يعني طب خليني اقول لك ان يمكن البطوله دي شهدت حاجه غريبه جدا، وهو منع والدك ان يدخل البطوله، والحقيقه دي اول مره اشوفها يعني بامانه، يعني ولا هتشوفها يعني لما يمنعوا يعني اب او والد للاعب انه يحضر المباريات الحقيقه. وخلينا نشوف المشهد ده، يعني انت بعد البطوله نزلت الجراج بتدور على باباك استاذ محمود عسل، يعني حتى صديقي الشخصي هو قاعد بيتابع المباراه من الجراج من جراج المول اللي فيه اللقاء، وانت نازل له اول واحد، يعني مشهد صعب يا مصطفى. اه طبعا، يعني انت باباك كان بيبقى اول واحد في الصف الاول بصراحه، والنهارده يعني بقرار ظالم يتم منعه، وده لوحده ضغط، انت عايز يعني ترد اعتبارك وترد اعتبار. كان بيقول لك ايه ساعتها مصطفى؟ لا والله يعني انا عايز اقول لك انا اتفرج على الفيديو الاول، يعني يعني انت رحت رميت نفسك في حضن باباك الحقيقه، يعني لا يعني لقطه صعبه، ويكفي الضغط ده مصطفى، يعني بصراحه انت واحد بيلعب وعارف ان باباه مش جنبه وقاعد في الجراج بيتفرج، يعني دي اكبر رساله بصراحه، يعني محدش يتحمل الضغط ده بامانه يا مصطفى. انت لابس نظاره القرايه بيتفرج عليه في التليفون. يعني انا مش عايزك بقى يعني يعني لا والله يعني اه يعني مش عايزك يعني طبعا اكيد انا نفسي والله يعني الحقيقه انا دمعت، لانه طبعا انا عندي ولاد وعندي ابن وعارف يعني ايه الاب لما بيكون هو اكبر مؤيدين ليك. ف ربنا يخلي لك باباك يا رب، ويفضل دايما داعم ليك، ومحدش ابدا يحط عقبات بينك وبينه يا مصطفى ابدا. الموضوع صعب طبعا. انا عايز اقول لك انا اتفرج على الفيديو لاول مره، ما كنتش قادر اتفرج على الفيديو ده. طب قول لي يعني انت بعد المباراه جريت على طول على، انت كنت عارف ان بابا تحت، هو قال لك انك كنت تحت؟ ها يعني انا مش عارف ان هو تحت، ما كنتش عارف، ما كنتش عارف هو ان ما هو قالكش تحت، انه موجود؟ يعني انا عارف ان هو بيجي، وكنت بسمع اخبار كده ان هو بيجي يقعد يتفرج على الماتش في تحت، يعني بيقعد او مثلا لو الدنيا بتقطع في الجراش. انا متخيل يعني انا مش قادر اقول حاجه غير ان اب اللي هو يعني اول واحد ببص صاحبه له في الملعب بيتفرج على يعني ابنه في الجراج. تحت، يعني تحت في الجراج. لا ومفيش حتى، طب اقول لك الانترنت يوصل ازاي؟ ممكن تلاقيه مثلا سيجنال، بيعمل سيجنال مش ويعني موجود بتاع، قرب قرب ليك في اقرب نقطه ممكن يقرب لك منها، يعني يعني مش كان ممكن يقعد في البيت؟ طبعا كان ممكن، بس هو جاي الجراج ليه؟ عشان يوصل لاقرب نقطه، هو كأب حاسس انه عمل اللي عليه انه يقرب لك، لو ادوله مكان اقرب من الجراج كان دخل، حتى لو كان قاعد، انا اسف يعني لو كان قاعد في اوضه قد كده بس ادوله نافذه يتفرج على الماتش كان هتلاقي باباك هناك. يعني الحقيقه مشاعر كبيره جدا جدا، ودعم غير مسبوق الحقيقه، فيعني ربنا يخليكم لبعض يا مصطفى. طيب خلينا يا مصطفى اسالك سؤال، طب هو تم منعه ليه؟ برضو عايزين نعرف الساده لا هو المشاهدين. يعني مش بس الفيديو الفيديو صعب شوية. عايزك تمسك نفسك لا وتعمل لا معلش. بس هو بس بتفرج عليه لأول مرة، ف يعني دايما كنت بشوفه كده كنت متأثر جدا. ما كنتش الموضوع أصلا مكمل. أنا أول مرة، يعني أول مرة اللي حصل ده كمان بالنسبة لي كانت مفاجأة. أنا سبت الملعب وجريت، ظلم كبير أوي، ظلم كبير أوي، أحداث كتيرة طب هو جدا. بلغوه ازاي، ولا بلغوك ازاي ان استاذ محمود ما انا يحضرش؟ ما فيش، انا يعني عيلتي كلها كنا بنروح، ولاد خالتي، ففي يعني ابن خالتي كان دايما مع بابايا، يعني السايت دايما كان بيقعد يقفل ويطلع، فهو ايه يعني بيحافظ الباسورد بتاع اللي هو السكوتش تي في بقى والحاجات دي، يعني ان هو يخش يعني يتفرج على الماتش اونلاين وكده. فكان ايه بيقعدوا جنبه كده، فهو بيقول لي يعني احنا بنتفرج في الجراج، واول ما السيجنال يقطع احنا كنا نروح على اي كافيه ولا حاجه عشان نروح نتفرج على الماتش. يا خبر موضوع ابيض، كارثي، موضوع حتى انا بالنسبه لي ان انا ساعات اصلا بتهيأ من بطوله الجونه، بتهيأ ان هو قاعد بره، يعني هو قاعد بره وسامع صوته وببص ما ما لقوش. تلاقوش. فالموضوع كان كده، موضوع طيب ضغط. هو برضو يا مصطفى ايه تم ابلاغه ازاي؟ تم ابلاغك ازاي انه ما حضرش؟ هل الاتحاد بي عشان سي ما فيش، قال هو ولا؟ يعني انا هحكي الحراك يعني، واحكي طبعا لجماهير مصر وجماهير النادي الاهلي اللي بيحصل عامه. اللي بيحصل مش مظبوط، بقاله سنتين، سنتين انا عايش في دراما، عايش في انا هلعب البطوله الجايه ولا لا، هعمل مش فاهم حاجه. ليه بقى الاسباب دي؟ طبعا حضرتك عندك منظومه تانية بتخدم طبعا على اللعبه في مصر، وهي طبعا يعني انديه وادي دجله عندك منظومه تانية بترعى الاسكواش، بتلعب طبعا، مفهوم. عندك في منافس هناك، عندك في نائب رئيس الاتحاد الدولي هناك، ماشي، وبرضه عضو الاتحاد في نفس الوقت، ما هو مش عضو الاتحاد بس، مرة المنافس برضه، كمان مش مرة المنافس بس، لا ده بي مرة المنافس الرعاة كمان بينظم بينظم بطولات،
بنظم بطولات اللي هي في المنظومه بتاعتنا. يعني حاسس ان في منظومه بتخدم على المنافسين كل ده. يعني حضرتك بتعمل اربع حاجات خمس حاجات في يعني في اللعبه. طب ازاي ازاي كل ده وازاي كل ده لما تيجي القرارات دي ما بقاش في ظلم؟ هل ده ضغط عليك عشان تسيب النادي الاهلي وتروح للمنظومه دي؟ صدقني انا حاربت، انا حاربت دايما عن النادي الاهلي دايما. رهانك عمره ما يخسر مصر والنادي الاهلي. انا عمرك عمر الرهان ده ما يخسر ابدا. انا في الاول كنت رايح هناك، في الاول كنت رايح هناك، انا اخترت والحمد لله اختياري كان صح. انا هناك الجماهير بص الدعم ازاي، بص الدنيا، المجلس الاداره مجلس النادي الاهلي بيدعمك ازاي. طبعا انا طالب كمان الدعم كابتن محمود الخطيب الفتره الجايه، الفتره الجايه صعبه جدا. الموضوع صعب جدا هناك. ونيجي بقى كاتحاد، فين الوقفه في ظهرك؟ مفيش، مفيش حد بيرفع عليك سماعه التليفون بعد ما لقيت رقم واحد على العالم. بركلي مفيش حد بركلي ازاي؟ يعني انا من بلد تانيه. طب لما يمشي محمد الشرباجي ومروان الشرباجي بنكلمهم ونقعد نطلع على الاعلام ونقول وحصل لي طب انا موجود وانكل ومش انكل. طب ما ازاي؟ انا موجود اهو، انا مش انا فاهم. موجود واخترت. انا اختار يعني، انا دلوقتي انا موجود واخترت، يبقى مين وانا اولى بالدعم؟ انا مش عايز اسيب. انا جالي عروض، جالك عروض، جالك عروض ومش عايز اسيب. تجنس. عايز اقول لحضرتك على حاجه، دكتور اشرف صبحي يعني انا مش قادر اقول لك هو بيعمل معايا ايه، ماشي؟ مش وده غريب عليه. وده مش دوره. وده مش غريب دوره. عليه. الدكتور الاخير انا عايز اقول لك ان هو ساب الماتش دخله بيقول لهم ايه اللي انتوا ومشي اعتراضا، وان انا كنت يعني هو حس ان انا كنت هخسر مشي. ان التيار ضدك بشكل متعمد مشي يعني في حركة مثلا الدكتور اشرف صبحي بيجي يسلم جوائز حتى لو كان النتيجه ايه بالزبط. اكيد هيسلمها ويمشي. مشي اعتراضا على اللي حصل. كلمني بعد الماتش شو ايه، الف مبروك يا مصطفى وفخر شد حيلك وبتاع، وهو في وسط الماتش كان عمال يشجعني كمان اللي حصل. لا السيستم كله مش نافع، بس انا شايف ان السيستم كله لا 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 في حاجه غريبه. انا ليه بتحارب؟ ليه الحرب ده؟ لا اصل احنا مش مجانين انا وبابايا مثلا عشان نطلع نقول مثلا حصل واحد اتنين تلاته حصل مش عارف ايه. طيب ادي بابايا توقف سنه، طب ليه الحرب معانا؟ انا بسال يعني ازاي يوقفوا اب لاعب؟ انا برضو مش متخيله يعني، انا دي مش داخله يعني، انا مش داخله. حضرتك بيوقفوا ازاي؟ ده الطريقه اللي بيوقف بيها بيوقف يا فندم. ازاي؟ انا كاتحاد او كايا كان منظومه رياضيه ماليش سلطه على ايقاف بالزبط. حد من اسره لعيب، انا ليا اللاعب نفسه. واقول لحضرتك على حاجه، يجي بقى الاتحاد يرد ازاي؟ يقول لك طب ما دي منظومه لوحدها، ماشي؟ طب المنظومه لوحدها دي مش فتره كوفيد جت عملت البطولات عندك كلها، عملت بتاع 20 بطوله. طب ال 20 بطوله دي مش صرف عليها ملايين الدولارات؟ طيب يعني انت ازاي ما عندكش سلطه عليها؟ بالظبط. ولسه في مداخله كان مع كابتن ميدو من كام يوم قال لك احنا لينا تاثير كبير جدا على الاتحاد الدولي. باللي هو بمين بقى؟ بنائب الرئيس اللي موجود. ده اعتراف ضمني ان برضو التيار اللي ضدك يعني ممكن يكون بشكل او باخر. بالظبط. يعني لا والتاثير القوي بقى ان نائب الرئيس اللي احنا بنتكلم عنه هو اللي ليه التاثير. طيب ازاي بقى انت مش على كونتاكت جامد قوي بالمنظومه دي؟ وانا شفت بعيني ده. يعني في اوقات اقول ان يعني انت قصدك تناقض غريب، انا ليا تاثير كبير وفي نفس الوقت لما يسحب يقول لك انا ماليش تاثير. انا مش حاسس ان في، انا حاسس بالظبط بقى. يجي عند يا مصطفى يجي يتوقف انا ماليش تاثير، ده هم اللي وقفوه. انما يجي في حاجه ثانيه لا احنا لينا تاثير ونقدر. طب اقول لحضرتك على حاجه، الوقف الثاني ماشي، انا ما انا شفتش لعيب اصلا في حياتي في الاسكواش، وحضرتك طبعا يعني عارف قدره، شفت حد بيتوقف ثلاث مرات؟ او يعني احنا دلوقتي طب ايه سبب الوقف؟ يعني انا عايز اعرف ايه سبب الوقف؟ انا يعني ايه اسبابه؟ هل مثلا سبب الوقف انت مثلا عملت حاجه خارجه عن النطاق المش... يعني الوقف ده ليه اسباب، وقبل ما اوقف بعمل تحقيق، بجيب اللاعب بحقق معاه بشوف بالزبط بالزبط يعني بالزبط. مفيش عقوبه بدون تحقيق. هل بيحصل معاك تحقيق؟ لا. انا ايه اللي بيحصل؟ انا مهدد بالوقف الثالث دلوقتي. ليه؟ يعني برضه انا عايز برضه لازم الجماهير تعرف حجم الضغوط اللي عليك. انا اعرف لعيب هيتوقف او حاجه بيتوقف لحين اجراء التحقيق، بيجي يتحقق معاه وبعد كده نقول والله هو يعني متهم مش متهم يعني مدان بكذا 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 وتم ايقافه كذا. انما الاقي نفسي طول الوقت عايش مهدد بالايقاف وفجاه الاقي طخ اصحى من النوم افتح الجورنال وافتح الويب سايت الاقي ثلاث شهور ازاي؟ ده كده اللي بيحصل من غير ولا ورق ولا حاجه ولا اي حاجه بتحصل. بتصحى تلاقي نفسك هو انت عكس طيارتك، عكس التيار. مصطفى هيوصل رقم واحد خلاص بره، بتحصل بره. طب فين اللي في ظهرك؟ فين الناس اللي في ظهرك اللي هي واحد فين اللي ما صدرش منك حاجه يعني؟ يعني يعني ايه اللي صدر؟ لا انا اقول لحضرتك على حاجه، اللي صدر بقى مثلا كل اللعيبه
بتعمل حاجات في الملعب. صحيح. كل اللعيبه واحنا كنا لعيب كل اللعيبه بتعمل حاجات في الملعب، مفيش ده مفيش ادنى شك. بس شوف بقى كل اللعيبه دي ماشي ما بيحصلهاش حاجه خالص خالص، مثلا مضربك يجي في اللعيب التاني عادي ماشي اتحسبت عليك نقطه، لا النقطه دي بتتحول انها بتبقى وقف ويكتب 1 2 3 وقف حصل 1 2 3 ويقعد مستني لك بقى ويأخر لك وفي الوقت اللي ده انا شفت ماتش يا جماعه جابوا لنا يا ريت اللقطه دي، مباراه في احد اللاعبين بدون ذكر اسمه يعني ادعى انه حصل حاجه منك وخرج عمل نفسه دايخ وقعد اللعب متوقف شويه وبعد كده رجع تاني كمل المباراه صح دلوقتي بقى اللعيبه يعني ده هم لقوا ان الموضوع بقى تجاره كويسه بقى ان احنا يعني ندعي اي شيء عشان زي ما بيقولوا تلبس مصطفى بالظبط بالظبط. لا ده في لعيبه بقى كتير، لو نتكلم عن اللعيبه لا اللعيبه كتير بقى قوي، لعيبه كتير قوي في القصه دي، كل واحد يخش عمل كده بتاع يوم ده داخل حصل 1 2 3 وقف وعلى طول مهدد. يعني ايه مهدد بالوقف؟ يعني ايه من نقطه او مضرب جه في لعيب او بتاع، طب هو اتنين في وسط الملعب ده بالظبط في وسط القفص ده، يعني ايه اللي هيحصل بالظبط؟ امال احنا الاطفال الصغيرين بنلبسهم مضرب ليه؟ مضربات سوري النضاره ليه في عينيهم؟ لا انا بشوف لعيبه تانية لا، وتيجي تكلم رئيس المنظومه تقول له طب ما بص لا ما تتكلمش على اللعيبه التانيه. طب يا فندم ما انا اقول ايه؟ طيب انا طبعا حقي. ما هو اقول لحضرتك على حاجه، ما لما الراجل ده ما يلاقيش حد في ظهرك ما هيجي عليك. مش هيجي عليك ازاي؟ ما هيجي يعني عليك. انت مطالب المسانده يا مصطفى، انت عايز بس سندوني يا جماعه. ما فيش سندوني، يعني انا عايز اعمل حاجه لمصر والاسمي والبلدي والنادي بتاعي، بس سندوني ما يبقاش انا مهدد دايما بالعقاب. عرفت اقول لحضرتك على حاجه، في التهديد في الوقف اللي عايزين يهد يعني يعملوه ده، قلنا الاتحاد جوابات ولجنه فنيه تطلع ترد على الكلام ده، لا اصل احرجونا المره اللي فاتت مش هنبعت حاجه. ومين بقى اللي يبعت؟ دكتور اشرف صبحي هو اللي يقوم بالدور طبعًا ده. هو طبعا مش طب يعني يعني انا دلوقتي دورك كاتحاد تعمل كده ولا دكتور اشرف صبحي يعمل كده؟ نرجع نقول اللعيبه بتروح تتجنس ليه واللعيبه بتمشي ليه؟ ما هو بالظبط. كده انا رحت للدكتور اشرف صبحي قلت له، رحت اسرتي راحت اليوم اللي قبليه وبعد مع كابتن امير وجيه، وبعد كده رحت انا تاني يوم. يعني هو مش مصدق اللي بيحصل وفي نفس الوقت بيتكلم ومش لاقي، يعني انت مش تلاقي المنظمه دي حل، مش لاقي لها حلول. فلما يكون عندك الحل في مصر والدنيا اللي بتحصل دي من جوه دي حاجة غريبة جدا.